فندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرأة يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط؟ زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلك، اما انا ما قلتلكش ايه الحكاية؟ انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول لك. تعالي بس تعالي تعالي، انا هقول لك. تعالي يا زينة تعالي تعالي، اقعدي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة. ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقى اقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ماني كنت جاي لك، بس ماني هقول لك. انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جاي لك، بس اللي حشني مش في صوت جاي من جوه. ما في صوت بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا في مصر كل فيلا جنب الفيلا التانية، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي، فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي يعني. اللي حشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب، إنما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده، يلا من جوه تعالى بقى. شعبان نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينب؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟
دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لا ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه مولوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضة، فالعيال بس هم جسمهم فاير من كثافه السكر. 412000 ما تمشي يا شعبان، مليون عيل انت في حياتك. زينب ما انا ده كل اللي كسبها السكانيه يا زينب. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانتوا ال 20 مليون التانيين. فكسبها السكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى. خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني. وخدها مني كلمه حكمه. من فتقه دي متاه يا شعبان. زينب. زينب انا مش هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. مش هناكل. اكل ايه؟ همك على الهبل قوي. امشي يا ترول، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا. كترات طب نفوخي امك على الاكل ايوه. بس ده فطور عشان ولا فطور ولا حاجه؟ انا داخل باسم تاني في الاسم. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت. ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي.